كرة مثلا هاي صورة، هذا شو نوع صورة؟ صورة بطن بسيطة، صورة طبقة محورية، صورة ضليلة، عارف ايش؟ احنا اقول لك شو موجود بالصورة، تقول لي مثلا ضخامة عقد، اعطيك خيارات تختار الخيار على الصح. صح؟ سهلة ان شاء الله. يا دكتور بس في، نعم بس في نقطة يعني انه بيعطونا دقيقة على السؤال هيك ما بتكفينا، يعني نقرأ السؤال نقرأ الأجوبة انه نقرأ الصورة حتى نحسن الحل، يعني اقل شيء دقيقتين. اعطوكم دقيقة، ما بعرف انا نظام امتحانات كيف عندكم، بس دقيقة كافية ان شاء الله. الدكتور ما بنحب نقرأ قراءة على قليل الأسئلة، يعني هيك رح ننضرب بالمادة بقى فرنسي أهون. نشوف الامتحان اذا مدري لكم شوي نحكي معه ان شاء الله. ايه دكتور بس بكرة؟ لا خميس. يا حكيم بالملف اللي بدك تبعث لهم اياه الإدارة على الفلاشة بس اكتب لكل سلايد دقيقتين بيمشي الحال. ايه دكتور يعني انت السلايد تبعث لهم اياه هن نفسه بيعطوه. طيب نشوف، انا ما بعرف القوانين، قالوا لي دقيقة واحدة كافية وانا برأيي دقيقة كافية. فقالوا لي انسان مغير نقل، ما حد نقل، انا بعرفكم انتم. الثقة انا عظمى طبعا. دكتور حسب كل دكتور يعني. يا حكيم اللي بده ينقل دقيقة بتكفي. واحد نقل افقات اللي جنبه. ليك 50 تمام. سؤال بسيط، هاي الصورة شو فيها؟ تعطينا إجابات، فورا نشوف الإجابات تختارين واحدة من بينها، ما بياخذ معك نص دقيقة. كل سؤالك فيه نص دقيقة. دكتور المصطلحات الإنجليزي مطلوبة ولا بس العربي؟ والله بيه بعض المصطلحات الإنجليزية. شايفين هون في ضخامة، صورة بسيطة للصدر في ضخامة، فيها جنب الرغامة. شايفين هنا في عدم خلع وركة أيمن، شايفين مسافة فخذية وركية هنا ومسافة هنا واسعة، طلعوا في خلع وركة أيمن. وفي شايفين صورة طبقة محل نافذة برانشين نافذة منصفية في آخر من الكتلية بالنصف الأيمن في نقين لقمة الرئة. شايفينها هاي الزايدة حكينا عنها قبل شوي، شايفين في عرى متوذمة وفي خراج زايدة مفجورة. هاي صورة تيكون صورة رحمة ليلة، شايفين انسداد وفي حقن متكرر وانتسام الهيئة الصفراوية. هنا موجودة معدة في المنصب الأمامي، مريض عامل عمل جراحي. في تكتف في قاعة الرئة اليمنى، في سوية من غلاق الجفض إلى الحاجز الأيمن والمحاء حدود القلب اليمنى. شيح بطن أعطاناكم هنا، شايفين الأبهار، شايفين الأبهار ورد الفرد ورد نصف الفرد. شايفين الأجواف، شايفين المريض، شايفين الفرد خلف المريض ونصف الفرد خلف الأبهار. تمام، نصف الفرد خلف الأبهار. شايفين معدة المري، فصل قمة القلب، فصل أيمن، فصل أيسر، الكبد، الطحال، الرقة الحجابية، هي السرقة الحجابية، تغلفوا للأبهار. شايفين الأطفال طبعا بدون حقن، كمل البابية بلا شيء معانا، شايفين الطحال وسرقة الطحال، البنكرياس، عرق البنكرياس. هنا كسر، هنا مرارة كليتين، هنا وريد الطحال وريد الجذور أو قسم العفج، العفج يمر تحت الأوعية الثلاثية، كمان يمر من هنا الوريد الكلوي ريش الأيسر. يا فرعون القطر الرابع العفج تحت الأوعية الثلاثية.
أهل إسلامية والإسلام جاي شايفين الشيئين الأولوين بالتاريخ العربي كل بعض العقد الأنفية عقد الأنفية حول الأبهار ذات رئة تنادى برامشيني ذات رئة تنادى برامشيني وفضار جانب خضاء موازية تنادى جنبي كتابات خلالية تقمنتين ومنتظر رئتين تدري سرتين الأعلى تنادى خلالي بشكل بيضري في قمة الرئة اليمنى عبارة عن ماسة أو كيسة بالنسبة إلى الصورة سأبتي عندي والطبق المحوري صورة واضحة عند الكل إيش هي ما في الصورة ما عم تتحرك لا لسه عم واقفة فكيف الصورة واقفة يا التشريح درسناكم تشريح وفصلنا فيه ترى ما عم تطلع عندكم يجوز في تأخير بالنت هلا مش الحال بيقلو إيه تمام وأنا تناظر جنبي صور الصدى بسيطة خدام موازية كتافي قاعدة رئة اليمنى تمحو حدود القلب وتعمل انغلاق بجيب ضل الحجز الأيمن السباب جنب تناظر جنبي هنا صورة كتافات خلالية بقمة رئتين ومنتصف تشد السرتين إلى على التناظر خلالي تي بي أو ساركو إيد مرحلة ثالثة تشكل بيضة تشكل بيضة بقمة رئة اليمنى يعبر عن ماس أو كيسة صورة بسيطة لصدر شايفين فيه هلال غازي تحت قبتي الحجاب الحاجز بيرفريشن أو عمل جراحي حديث شايفين علامة خلع ورك ولادي أيمن ومش تسطح بالجواب الحقي صورة طبيعية لوجود خلع ورك ولادي شايفين فيه هلال غازي تكتب في قاعة الرئة اليسرى شايفين في فتق حجابي ضمن الصدر ودافش المنصف الأيسر شايفين في يدين سلكة سنومة تعلق شيء هيالينية أنا تشق العريض تنيات الجلدية ولازم نفرق بيناتها طبقة محورية نافذة رئوية ونافذة منصفية دايكرون منظر الحجالة مرصوفة تحصل المادة الضليلة منظر تفاح مغضوب وصورة ضليلة للكورونات إعلان ثمبة رصاص انتهاء الكورونات تقرحي حتى بصورة بسيطة بمعنى علامة الكويل أو النابض نتيجة توسع الورم المعوية وتنام صور بضائية الاتجاه البطني هذا المنظر علامة الدبل بول الفقاعة المزدوجة تبع الأرض ما حكينا عنها تعرف نصمة الإبهام وتودم الخبيبات الكولونية تعطينا منظر البصمة يعطينا أي امتلاء ضمن المادة الضليلة أو الغاز الموجود بالكورون هنا الغازي بيرفوريشن علامة التنين الصيني الشريان الطحالي وتكلسون الأقواس القلبية اللي هي شو هي الأقواس القلبية القوس الأبهار ثم الجذع الرئوي هذا هو ثم الأذين اليسرى ثم البطن اليسرى دائما أذينا يمنى وأجف علوي وأجف سفلي التناظر جنبي خضم وزي انصباب جنب طبق محوري مع الحق شايفين في علامة تسلخ أبهر في لمعتين مع مادة ضليلة صرفها مادة ثانية أقل تعزيز المادة الضليلة فهي في تسلخ أبهر تجي تبدل الكبيرة المنظر البيضاء
رباعي فالوج وتتشوه بشتاين استنشغل لسان أجنبية دائما أعطينا فرط وضاحة بحذريتين فرط وضاحة بحذريتين عربية الجسم الأجنبية تكون شفيفة شبيلاً من بين جسم أجنبي فشم مقاسة واللحظة يعمل صمام محيدة تجاه شبيلاً في تقم أورغاني رمعوية واضحة جم القلب في فن نقص فن الرئة اليسرى ومعاولة الرئة نقص فن الرئة اليمنى ومعاولة الرئة اليسرى يعني خراج رئوي دالي في الكيسي كتابات خلالية منظر الصدر الوسخ جسم كجدة القصبات نشوف توسع قصبي تمام دائرة شبين توسع العرى المعوية غلافة مع علامة الجراب المقلوب وغلافة مع عرى معوضية علامة الصندويش علامة الدبل بوبل رتق العفج علامة التفاح المخضومة خراج زياوي خراج كبدي كيسة مسارخية كيسات مائية ثلاثة أنواع النوع الأول رائق النوع الثاني كيسات محيطية النوع الثالث كيسات تملأ الكيسة النمط الرابع يكون كثيف عبارة عن نقشية النمط الرابع زائد الجلدية شوف الكلوز أو مليارين تادني السلة الدخني ثلاثة رئة خلالية طمة رئوية نقار رئوية متستاذ لارج سلة تيومر شبه لارج سلة تيومر نقار رئوية فايبروسيستيك ديسيز ريح صدرية شايفين خماس رئة فرط وضاحة غياب ارتسامة وعية ورئة الورقة الحشوية كمان أن الصباب ريح صدرية درسنا بعد الكلاسي أو في سياق عمل جراحي طباب دين محجب يوم مقلوبة انفجار السيني ذات ريا سوش العمل دليلة كانوا في عادة هذا كوفيد يا جماعة هاي كتابات جراند كلاس هاي كتابات جراند كلاس كوفيد دكتور بعد إذنك بعد إذنك دكتور بعد إذنك بس هدي شوي وإذا في مجال بس ما مؤشر بعد إذنك يعني على الشيء اللي عم تحكيه وهدي شوي لأن صوتك مو واضح طاول بعد إذنك مؤشرات ومؤثرات ما عم بعرف من تطلع هذا ثواني يا جماعة الدكتور بالنسبة للانصباب هاي صورة انصباب الحر وانصباب محجب نعم شلون بالنسبة للانصباب الحر والانصباب المحجب؟ انصباب المحجب المحجب دائما ممكن نشوفه على الجدار مثل ما شفنا قبل شوية الحر دائما في خط داموازي داموازي خط مقعر للأعلى والمسين أي انصباب حر مبين معنا شوية لازم يكون في خط داموازي خط مقعر للأعلى والأنسي في الانصباب المحجب يأخذ انصباب المحجب منظر الكيس منظر المغزي منظر بوليبي منظر الورم الشبه هذا كان في الشق المعترض الشبين في عندنا ريح صدرية غياب الأرسامات الوعائية شايفين غياب أرسام الوعائية ما في وعية الكتافة المدورة هي عبارة عن انخماص رئة ويحيط بالوريقة الحشوية فعلامات الريح الصدرية خلاوك أخذنا وشرحنا عنه بالتفصيل شايفين هاي الصورة طبيعية الحوض ما فيها خلا شايفين ديزاين هو توضع العرى المعوية بين الكبد والحجاب الحاجز ريح صدرية واضحة والطبقة المحورية مع انفيزيما تحت جلد لاحظين بواضح تهوي الريح الصدرية واضحة والواقع الحشوية واضحة وهي بأسامات واعية شديد الريح الصدرية انفيزيما تحت الثدي
عندي زيادة ونشر القلب الصدري كتابات جراند جلاس محيطية هذا مرض كوفيت صورة طرق نفس المريض شايفين كتابات الزجاج المطحون تناظر خلالي أو جي جي أو جراند جلاس أوبسيتي مريض كوفيد على يوم كوفيد الحمد لله الوباء راح عننا من عنصر الضخامة بالسرتين من ضخامة وعائية تكون في فتحة مضاعفة خلف القلب عبارة عن فتح حجابي يبينا شبه يسمى أصل قصة الألوية الأيمن من الخماس يكون حدود الخماس مقعرة مثل هذا الخط وبين الصباب أو الورم يكون محدبة منتبجة بولدينج هنا مقعرة الخماس الرئيس الوعي من عفوا وشايفين في تشكك البيضوي متراكم أظل القلب هذا هنا هاي في بولمونا اللي يدور يكون كتلة حفيزة أو أقلى مثلا جسم زين في المريض بيرفوريشن هواء حر واضح ريح صدرية واضحة يمنى بينا ريح بيتوانية واضحة إلى الغازي شايفين دفش الفص الأيسر المعدة الأسفل تجد في انصباب جنب أيسر تقريبا حر الحواف وقعرة الأعلى والأنسي هذا انصباب حر نقاء الرئوية تناظر حواس الشايفين تناظر برانسيني تقسم الهوائي الملونة الحديد غير واضحة بالذات رئة وصفية تناظر الرئة البيضاء أو يكون سبب جلد أو يكون انخماص أو يكون رئة مستأصلة أو بدون وجود ورم رئوي شايفين الرئام غير مزاحمة على اليمين ولا اليسار شايفين تشكل بيضوي بالمنى الجول مثلاً اليسرى ماس أو سيست أو كولابس يمكن صدام موازين صباب غزير يمحو حدود القلب حواف مقعرة الآن خدام موازين صباب أيمن غزير ريح صدرية واضحة ماس في قاع الترية اليمنى يمكن انفيرية مستأصلة بأثاني العوضة أنا في صورة بسيطة للصدر في ضخامة نصفية في غالب المعينة ويكون من دم أو كيسة أمورية أو ماسك ومن كتابات جراند جلاس كوفيد ضخامة قلبية وعائية فرط حول قلبي كتابات ندفية جانب السرطان احتقان سري خراجة خراجة رئوية الجلد السوية دائما للعجل الخراجة ذاتية مختلطة فرط وضاحة واضح في اليسار طبعا صدريا كيسة رئوية ألم تستطار تخاف سرية يمنى كيسة مستأصرة كيسة قصبية تامرية يا الغازي ألم تدبل
دبل بوبل فخها مزدوجات مرحلة جنينية. أنا أنت ضيق أبواب الولادي استخدم باول لارج باول أوبستركشن انفتال سيني علامة التكبد طبيعية دماغية تقل وريد الفرد والأكلازيا ياتريا كنا حكينا هنا. دكتور الله يعطيك العافية يا دكتور الله يعطيك العافية بس أقسم بالله ما نفهم عليك شو بتحكي أو لا إيش بتحكي. إذا ما بتحسن تعطينا الزوم أعطينا ما بتحسن تعطينا هم نعطينا الزوم بس أقل شيء نفهم إيش بتحكي. أني أقسم بالله لا نلحق معك ولا بنعرف إيش بتحكي. هذا كله يا شباب كله درسنا فقط كل واحدة جود النت في تأخير ما نوصل معك من الكلام. طيب هذا هو واقعنا يعني صراحة هون مثلا كثافة مثلثية في منتصف الرئة اليمنى أو تكون ذات رئة أو تكون كل لبس يعني انخماص هون. الصورة الضليلة حكينا من تفصيل الصورة كيوبي كيوبي يعني كدني يوترين بلادر يوترين بلادر لازم تشمل الفقرة 12 والارتفاق العاني. الصورة الأولى بعد الحقن نحو مادة ضليلة ضمن الوريد بجرعة 1 ميلي الكيلوغرام فلازم تكون يضير معاني يبين معاني النفروغرام أرسال الحالبين المثانة مري صورة مري صورة مري قليلة ارتسام متدبب لنهاية المري وجود سوية سائلة غازية ضمن المري انزياح المري قليلا وتوسع بلومات المري هاي كل علامات شعاعية أكلازيا. مثلا تشوفوا معي الصورة التشخيص ما هو التشخيص أكل إيجابي تضيق بواب ولادي بين الجوار أنا سهلة ما بتخوف شرحنا مرارا وتكرارا شرحنا حتى ملينا الأسئلة إن شاء الله سهلة والوقت كافي وأنا راح أحكي مع الامتحانات إن شاء الله بأتكي الامتحانكم بعد بكرة أي ساعة؟ ساعة 11 تقريبا دكتور. الله حدا عنده سؤال دكتور هذا الملف كامل كفي كامل 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 بس ماذا ملف ينجح بس ماذا ملف ينجح دكتور بس في سؤال تفضلي. هلا بالنظرة في عنا أنواع الكثافات الخلالية نحن ضروري ندقق فيهم لما خلص إنه نعرف إنه في عنا كثافة وبس وين في الشبكية الفويسلي؟ ايه بالعملية. لا ما في ما دقيق فيك هاي التنظير الزائد ما دقيق فيها. انا بشكل عام يعني. انه هاي المنظر مثلا ايه تمام. وفي سباب جنب. مثلا اقول لك هاي الكثافة الموجودة هاي. شو هي التناظر جنبي؟ ولا تناظر قصبي؟ ولا منصفي ولا خلالي؟ بين عليك انت سباب جنب حطينا جنبي. إذا كثافة خلالية تليفية بس حط انت ناظر خلالي مش شرط ما يهمني عرفتي أن الشبكية ولا عقيدية ولا عقيدية هلأ بالنسبة لانخماص الرئة اليمنى
شلون بنميز انخماص الفصل المتوسط عن السفلي؟ بالنسبة للمحاضرة إن واحد بيكون متعالي مثلا دكتور لا ما أخذناها متوسط يمحو حدود القلب. بالنسبة للانخماص الفصل السفلي والمتوسط شائك شوي لأن هنا القصبة الرئيسية تعطينا قصبة الفصل القمي وبعدين تعطينا الجذع مشترك صح؟ يعني أن الجذع مشترك بعدين يصير يعني انسداد بها الفصل هذا تمام أن وحدة بتكون متعلقة بالحجاب الحاجز وحدة بتكون متعلقة بالحافة القلب طبعا فصل وغالبا يكون الانخماص مع بعض يعطينا نشوف انزياح الفصل الشق المعترض للأسفل الصورة الجانبية شرحنا بها بالنظر احنا أعطينا لكم محاضرات انخماص ولا لا يا دكتور ما أعطيتنا إياها بيتهيألي الصدر ما أخذنا ما بتذكر عطانا خلاص ربع أخذنا هيك يلا التلات لا حكيم ما أخذنا الخماس الرئوي يعني ما بتذكر إنه أخذنا يا مو هذا آخر أسبوع عندنا بالعطاء أي دكتور الخماس الفصل المتوسط لحاله يعطينا كثافة جانب القلب نشوف بأنه جاوب الشق المعترض صح؟ الشق المعترض الشق الصغير انزياح الشق الصغير للأسفل كثافة الفصل المتوسط المنخمصة ترتكت على قبة الحجاب الحاجز الأيمن من الخلفية بينما كان في انخماص فامتداد كثافة الانخماص للوحش والخلف الخماس الفصل الخلفي الخماس محاضرة مهمة أعطيكم إياها يوم الثلاثاء والجمعة من هذا الأسبوع أعطيكم محاضرتين أبو خالصين أعطيكم العافية حد عندي سؤال دكتور يعني بدأ بهيك تفاصيل أنه مثلا الخماس الفصل السفلي أو المتوسط أو إيه تمام في داعي لا لا وين بالعملي ولا بالنظري لا عن العملي العملية لا ما جبنا ما شرحت لكم إياها أصلاً الموضوع يعني عرفتي شو إحنا حكينا عن تمام. سمات الانخماص بشكل عام إيش هو الانخماص أن زيادة بكثافة الرئة نقص في حجم الرئة تقارب الأضلاع وجود كثافة مثلثية شد المنصب باتجاه شيء المنصب ينشد باتجاه منطقة الانخماص عرفتي؟ هاي السمات العامة الانخماص نقص الحجم الرئوي الخمس رئة ينقص حجمها السمات العامة عرفتي؟ تمام هلأ دكتور في صور مركزة علي يعني في شغلتين مرضيات مثلا بالصورة مثل الكسافة أو الهلال الغازي أو أي شغلة أنه عم تأخذ مثلا الهلال الغازي ما عم تأخذ أنه كل شيء موجود بالصورة نحن بناخذ الشيء الأشعي يعني المبين على الصورة شوف الصورة لقطة واحدة المرارة الكلية يعني دقيقة كل مرة طول معه دقيقة أيوة شيء اسمه رابط بورت تمام وبالطبق المحوري فيه كمان تفاصيل كتير صغيرة مثل الشرايين الكلوية مثلا أو التفرعات المساريق العلوي أو هيك هدول كمان ندق عليهم لأن كتير بيضيعوا التفرعات المساريق العلوي أصلاً مو من خصائصكم ولا أنا شرحت عليها ما شرحنا مرة ذكرت التفرعات المساريقي قلت لنا أنه أول تفرع بهذا بالأبهر البطني أول تفرع بالأبهر البطني هو الزلاقي بعدين يجي مساريق العلوي أنا يهمني مساريق العلوي الطالب اللي ما بعرف مساريق العلوي أكيد هذا يعني ما أخذ بالنظر شيء أو الود مساريق العلوي أما تفرعات و... طيب.
وقسم على مواد دقيقه وقسم على الكورونات وقسم على الورق الايمن عده تفرعات من المسائل لان التفاصيل صغيره كثير قعد خربطنا. لا ما في تفاصيل. النقاط اللي شرحتها اللي ركز عليها المحاضره اللي حضر بيعرف. انا ما بحب احب ابسط الامور يعني حاول نشرح الامور بطريقه مبسطه ما احب اعقدها. تمام. بهالحالة دكتور كم سؤال راح يجي؟ جبنا لكم 15 سؤال كل سؤال عليه درجتين واللي ما داوم سامحنا بالدوام بس راح تبين معه بالعلامات. تمام الله يعطيك العافية دكتور. بس انه تواصلنا مع الإدارة دكتور بس مشان الوقت إذا كذاك خبرنا الإدارة أن مستحيل ديات كفشي ان شاء الله نحكيها ان شاء الله. الله يجزيك الخير دكتور. بالنسبه للنموذج ايش راح يكون خيار المتعدد بس اختار اجابه صحيحه ولا شلون وضع؟ والله ذكر بعض الاسئله حطيت لكم اربع خيارات A B C D E تختار واحد. تمام دكتور الله يعطيك العافيه. ربيت تقرا السؤال تقرا السؤال اول شيء شو مكتوب عليه شو نوع التشخيص مثلا او شو العلامه الشعاعيه او العضو المشار اليه بالسهم شو هو هذا العضو. اعطي خيارات تختار يعني خيار واحد يعني مو خيار واحد. طبعا خيار واحد. تمام طيب حكيم هلق في مشكور دكتور فيهن مثلا تشخيصين مثلا ممكن مثلا انصباب جنب مع ريح صدري هذا ال اكون حاط لك انا بالخيار انا حاط لك انا بالخيار انا نبي نحط لك انصباب جنب وريح صدري انصباب جنب مثلا والخماس الريوان سباب جنب وكهوة بريتوان حط لك يعني دكتور بالنسبة يعني بجواب يعني ممكن يكون الخيار متعدد انه اختار اكثر من اجابي. لا تختار اجابة واحدة فقط دكتور. بس في التفريق بين التنازل الخلالي والتنازل السنخي ممكن توضحنا بس على الصورة الشعاعية شوي فيك التشابه. التنازل السنخي وجود الهواء داخل الاسنان وجود السائل التهابي او النزفي او الورمي داخل الاسناح. حكينا بالنظري حكينا كثير عن الاير بروكل جرام بينما خلال في الخلال الرئوي. وانا قبل شوي فردينا لكم صور يعني التي بي خلالي ذات رئه برانشيمي النزفي الرئوي برانشيمي في فتره الحمل الوعاء القلبي خاصه الحساسيه ثلاث برانشيمي مع بعض تناظر خلال حواسنا يصير الفرط الحمل موجود الهواء السائل موجود بالخلال الرئوي موجود بالأسناح ثم الرابع يكون حتى بالجنب. تمام حكيم. تمام الصورة في شوية تشابه صعوبة في التفريق بين يعني السنخي والخلالي. لا ما في لا تفريقش ما في لا لا. أول شيء التناظر الخلالي تناظر هذا تناظر برانشيمي توزع قطع تشوف كافة مبهمة الحواف غالبا تشوف متاتية الحواف وجود المادة الالتهابية ضمن الأسناخ نعتنى أيضا جوات الهواء قسم الهوائية الملونة مثل هنا بينما من تناظر خلالي لفرجيك تشوفون كتابة خلالية تخطية تليفية هاي تناظر خلالي شايف يعني ما تشد للمنصف أو السر الأعلى. حد عندي سؤال كمان؟ يا دكتور آخر سؤال طبعا هل تلقب المخاطر فالوب مثلا أو علامة أو علامة موجودة مثلا شيء حط فيها كلمة لاتينية ما في شيء معقد يعني. تمام الله يعطيكم العافية شباب شكرا لكم بالتوفيق إن شاء الله. حكيم بس آخر سؤال تفضل. حكيم في عندنا صعوبة شوي بتمييز الكيس يعني الخراج عن الورم في صعوبة شوي بالتمييز بيناتين. لا ما بدأ نحن بشكل عام
لما نشوف آفة بيضاوية مدورة. بالنسبة للكيسة الغير مختلطة تكون حرافها مساء، وغالبا الكيسة تميل بسبب ضغط التوتر المائي السكوني أو التوتر السطحي، تكون مثل القطرة لما الماء لما تقف على يتشكل بشكل دائري. فالكيسة تميل إذا ما كان هنا في بونة ضغطتها إلى أن تكون دائرية. حرافة ملساء. الخراجة، لا يوجد خراجة بدون سوية سائلة غازية، لا يوجد. قد تكون حرافة الخارجية الخراجة ملساء، ولكن الحرافة الداخلية غير ملساء وغير منتظمة، ولا يمكن تشخيص خراجة بوجود سوية سائلة، لا وجود سوية سائلة غازية. وشفنا علامة الكيسة المختلطة لما تكون في ثقاب، فنشوف علامة الستار الغشاء المنتش، فجيناكم إياها. الورم بالعادة حواف الخارجية غير منتظمة ومشرشرة، وإذا كان في تنخر والتهوي كمان يكون غير منتظم. حد عنده سؤال؟ تمام حكيم، يعطيك العافية. يعطيكم العافية شباب، بالتوفيق إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك خير دكتورنا. وعليكم السلام.